أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف في تصريح لنشرة الاقتصادية التزام المجموعة بزيادة قدرتها التنافسية والتركيز على المعايير الجيدة للامتثال والحوكمة وتعزيز الرقمنة. جاء ذلك على هامش ترأسه الاجتماع الاستراتيجي 26 لمجموعة البركة المصرفية في مقرها الرئيسي بخليج البحرين، والذي يركز على تقييم مختلف المبادرات الاستراتيجية على كافة الأصعد ووضع خطة عمل قوية ودؤوبة للمجموعة لعام 2019 وما بعده. وقد أوضح عدنان يوسف خلال الاجتماع أن المجموعة عملت دائما على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من المخاطر في الأسواق التي تعمل فيها، مؤكدا نجاح المجموعة المصرفية إلى حد كبير في احتواء تأثيرات العديد من الأزمات. كما أكد عدنان يوسف أن المجموعة حافظت على مكانة قوية للغاية، يعود ذلك إلى التنوع الجغرافي في موارد الإيرادات، إضافة إلى قوة رأس المال للمجموعة والجذور العميقة في الاقتصاد الإقليمي والعالمي. ناقشنا خططنا أو موازاتنا ل 2019 والبزنس بلان مالنا لمدة 5 سنوات القادمة. الحمد لله احنا ماشيين تقريبا بوتيره جيده. نتوقع ان شاء الله فتح فروع جديده في 2019 والنظر في اسواق جديده تكون يعني موازيه او يعني تعطي دفع قويه للمجموعه ككل. كذلك ناقشنا اليوم موضوعين مهمين جدا. الموضوع الاولي اللي هو الالتزام الكومبلاينس، وقدمت لنا دراسة عن الالتزام في العالم وكيف الدول يعني تم تصنيفها من الناحية الجيدة أو متوسطة أو رديئة من الناحية الالتزام بموضوع غسيل الأموال والكومبلاينس بالإنترناشنال. هنا بالنسبة لنا كمجموعة البركة المصرفية وتحت يعني تعليمات البنك المركزي وإرشاداته والمبادرات مع البنك المركزي للبنوك البحرينية، قمنا بوضع الالتزام والماني لاندرينج أولوية قصوى. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم بدون أي تغيير عن معدل الإقفال السابق على مستوى 1325 نقطة، حيث شهدت التداولات ارتفاعا طفيفا لقطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 17,423,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,367,000 دينار تم تنفيذها من خلال 97 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 96% من إجمالي التداولات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت ارتفاعا بشكل شبه جماعي بدعم من تحسن أسعار النفط. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي كانت الخاسرة الوحيدة في إقفال اليوم بتراجع بنسبة 0.15% مقفلة عند مستوى 7905 نقاط بتأثير من هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى. نتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أغلقت بارتفاع بنسبة تقارب 18 نقطة مئوية مقفلة عند مستوى 5369 نقطة، وذلك بدعم من تقدم أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل رئيسي. ننتقل للأسواق الإماراتية التي عاودت فتح أسواقها بعد عطلة العيد الوطني. سوق أبوظبي شهدت ارتفاعا قويا في تداولات اليوم بارتفاع بنسبة 2.68% وأقفلت عند مستوى 4800
98 نقطة بدعم من تقدم قطاعات السوق بصدارة قطاع الاتصالات. سوق دبي المالية أغلقت على ارتفاع أيضا بنسبة 0.27% مقفلة عند مستوى 2675 نقطة بارتفاع معظم قطاعات البورصة وبصدارة قطاع السلع الاستهلاكية. أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية شهد ارتفاعا أيضا بنسبة 1.9% مقفلة عند مستوى 4534 نقطة مدعوما بارتفاع الأسهم القيادية للبورصة العمانية. فتح إعلان شركة سابك السعودية المتعلق بعقد تحالفات استراتيجية جديدة مع 6 موردين عالميين آفاقا جديدة للاستثمارات العالمية المهمة في مجال الصناعات البتروكيماوية. ويتمثل الهدف الاستراتيجي من هذه التحالفات دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تحفيز الاقتصاد الوطني وتطوير المحتوى المحلي وتحقيق أداء رائد في الصناعة والاستفادة من الابتكار التقني وتعزيز تبادل المعرفة. وتكسب هذه التحالفات قيمة حقيقية مضافة لقطاع البتروكيماويات الحيوي في السعودية. وتحدد المذكرات أطر التعاون بين الأطراف لتمكين سابك من إيجاد فرص مشتركة وتحقيق أعلى أداء ممكن في مجال التصنيع. أكد خبراء اقتصاديين أن قرار قطر بمغادرة منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك اعتبارا من يناير المقبل يؤكد عمق الأزمة التي تعاني منها صناعة الطاقة في قطر بعد تأثر عديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية بفعل المقاطعة العربية. وأكد الخبير الاقتصادي محمد سلامة إن قطر دولة غير مؤثرة في المنظمة أو حتى في سوق النفط العالمي بحكم أنها منتج صغير للنفط الخام. وقال سلامة أن قطر تعاني من أزمة حادة في صناعة الطاقة، لكن لا شك أن الانسحاب لن يؤثر بالمطلق على المنظمة، ولكن تبعاته على قطر ستظهر عقب خروجها الرسمي. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. بعد الاتفاق مع الصين، الرئيس الأمريكي يدرس إمكانية فرض رسوم مرتفعة جدا على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. تستهدف وزارة المالية المصرية جني إيرادات إضافية بقيمة تصل إلى 13 مليار جنيه، وذلك من خلال التعديلات التي أقرتها على طريقة حساب الضريبة على أذون وسندات الخزانة المحلية. وأوضح مصدر حكومي أن الوزارة انتهت الأسبوع الماضي من وضع التعديلات المقترحة على طريقة حساب الضريبة وأحالتها إلى البرلمان. وأكد المصدر عزم الحكومة العمل بالتعديلات الجديدة بدءا من يناير المقبل لزيادة الحصيلة الضريبية، ويتم التحصيل بشكل ربع سنوي لتفادي قيام البنك بتجنيب مخصصات لخسائر الائتمان في نهاية كل عام مالي، وهو ما يقلص من قيمة الضريبة. قررت الحكومة السودانية تحرير صادرات الذهب والسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير السلعة الذهبية بعد أن كانت محتكرة للبنك المركزي طيلة السنوات الماضية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في السودان معتز موسى أن بنك السودان سيتولى الإجراءات الضرورية لإدخال العائد الصادر في الاقتصاد القومي. ويأتي قرار تحرير صادرات الذهب ضمن محاولات جديدة لمعالجة أوضاع اقتصادية قاسية يشهدها البلاد تتجلى في تراجع لقيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن تصاعد في أسعار السلع الاستهلاكية. أقر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن بلاده تواجه تحديات مزمنة كانت موجودة قبل إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بزمن طويل. وأشار لاريجاني خلال مؤتمر صحفي إلى عدد من التحديات التي تواجهها بلاده، بينها الحكومة الكبيرة والمكلفة ومعدلات الفائدة المرتفعة التي تعطل الإنتاج وصناديق المعاشات التقاعدية التي تفتقد إلى السيولة إضافة إلى أزمة المياه.
كما أفاد أن مركز الأبحاث التابع للبرلمان حذر مرارا من هذه التحديات، لكن الحكومة لم تتعامل بعد مع المشاكل الأساسية. أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن نوتشين أن بلاده بحاجة إلى رؤية أمور ملموسة من جانب الصين فيما يتعلق بملف التجارة في غضون 90 يوما للتوصل لاتفاق حقيقي بين البلدين. وقال نوتشين أن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ التقيا في بوينس آيرس لأكثر من 3 ساعات لمحادثات محددة بغية نزع فتيل النزاع التجاري بين واشنطن وبكين. وأوضح أنه للمرة الأولى كان المسار واضحا لتقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى نسبة 0. ذكر تقرير أعدته برايس ووترهاوس كوبرز أن قطاع الخدمات المالية في بريطانيا دفع ضرائب قياسية بلغت 75 مليار جنيه استرليني خلال العام الماضي، محذرا من مخاطر الخروج غير الممنهج من الاتحاد الأوروبي. وأوضح التقرير أن ضرائب القطاع المالي تمثل نحو 10% من إجمالي دخل ضرائب البلاد. وكذلك أشار التقرير الذي كلفت بإعداده إدارة الحي المالي في العاصمة البريطانية أن القطاع عاد أخيرا إلى تحقيق معدلات ربحية مرتفعة بعد سنوات من التعثر نتيجة فضائح مالية ومحاسبية متعاقبة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من فوضى في القطاع المالي البريطاني وهروب أصول تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات إلى مدن أوروبية أخرى أبرزها فرانكفورت ودبلن. والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. يلتقي ممثلون من شركات صناعية أو شركات صناعة السيارات الألمانية مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في البيت الأبيض في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية فرض رسوم مرتفعة جدا على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن كبار المسؤولين في شركات فولكسواجن ودايملر وبي أم دبليو سيجرون محادثات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر. وتأمل الشركات الألمانية في إقناع ترامب بعدم تنفيذ تهديده بزيادة الرسوم على السيارات المستوردة بنسبة تصل إلى 25%، ما سيلحق أضرارا كبيرة بالمبيعات في السوق الأمريكية في الوقت الذي بدأت فيه السوق الصينية في التباطؤ.